بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في الحلقة السابقة مع الآيات، مع الآيتين من أول سورة المائدة، نستخلص ما يظهر لنا منهما من أحكام، فنقول ويؤخذ من هذه الآيات أيضا تغيير الأحكام الشرعية من واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، فما جعله الله واجبا فهو واجب ولا يجوز تغييره، وما جعله الله حراما فهو حرام ولا يجوز تغييره واستحلاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها. فالواجب على المسلم أن يقف مع أحكام الله سبحانه وتعالى، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لأن هذا من التشريع الذي هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى. فمن حلل أو حرم من عنده فإنه جعل نفسه شريكا لله تحليل والتحريم. قال سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فتلك عبادتهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى لما نهى عن أكل الميتة الذي كان المشركون يستحلونه، فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فيه، ويبررون استحلالهم للميتة فيقولون: الميتة الله ذكاها، وأما المذكات فأنتم ذبحتموها، وكيف تحرمون ما ذكاه الله وتحلون ما ذكيتم أنتم؟ فأنزل الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعني الذين اتبعوهم من الإنس، ليجادلوكم. ثم قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، مشركون بالله سبحانه في التحليل والتحريم. ولهذا قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا أمر عظيم وخطير، وهو تغيير الأحكام الشرعية من حرمة إلى حل ومن حل إلى حرمة. الواجب التقيد بشرع الله سبحانه وتعالى، ولا دخل للأفكار والعقول والمفاهيم في هذا الأمر. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم القتال
في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم، تحريم القتال في الأشهر، في الأشهر الحرم، قوله تعالى: ولا الشهر الحرام، أي الأشهر الحرم، بالقتال فيها. لكن كما سبق في تفسير الآية أن جمهور أهل العلم على أن هذا نسخ فصار يشرع قتال الكفار في كل وقت عند توفر الأسباب وانتفاء الموانع. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم الاعتداء على الهدي: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي. والمراد بالهدي ما يساق إلى البيت ليذبح في الحرم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو هدي تطوع أو هدي واجب. الهدي الواجب على نوعين: هدي النسك وهو هدي التمتع والقران، والنوع الثاني هدي الجبران، ما يكون عن ترك واجب أو فعل محظور من محظورات الحج والعمرة، هذا هو الهدي. وكانوا يسوقونه من خارج الحرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة، ويرسل صلى الله عليه وسلم بالهدي إلى المدينة، إلى مكة، فلا يجوز الاعتداء على هذا الهدي حتى يبلغ محله ويذبح في المكان والزمان الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يعتدى على القلائد، والقلائد ما يقلد به الهدي علامة على أنه هدي، بحيث يشعر أو يجعل له قلادة تدل على أنه هدي فلا يتعرض له. فلا يجوز لأحد أن يعتدي على هذه العلامات من القلائد أو إشعار فيغيرها حتى تنطمس ولا يعرف أن هذا هدي، فربما يحصل التجاوز في حقه. فالقلائد تحترم لأنها علامات على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: ولا الهدي ولا القلائد. فلا يعتدى على الهدي ولا يعتدى على علاماته الفارقة بينه وبين غيره ممن ليس بهدي حتى يصل إلى الحرم. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم تغيير علامات الهدي الدالة عليه لئلا يعطل المقصود منه، كما أنه يحرم الاعتداء على الهدي نفسه بمنعه وصده من الوصول إلى المسجد الحرام. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم منع من قصد الحرم للعبادة من غير المشركين ولا آمن البيت الحرام، أي لا تحلوا أو تعتدوا على قاصدي البيت الحرام وهو الكعبة لأجل الحج أو العمرة أو الاعتكاف عند المسجد الحرام، هذا يمكن ولا يجوز صده إلا إذا كان هناك ما يسوغ الصد والمنع، كأن يكون من المشركين، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ومن هذا يؤخذ أنه يمنع إظهار الشرك والبدع في المسجد الحرام آكد من غيره،
لأن المسجد الحرام إنما هو للتوحيد والعبادة وليس مكانا للعقائد الفاسدة والبدعيات والخرافات. ينزه البيت، قال الله جل وعلا لإبراهيم: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهر بيتي إبراهيم وإسماعيل، وتطهير البيت يشمل تطهيره من الأنجاس الحسية وتطهيره من الأنجاس المعنوية وهي الشرك والبدع، لأنه بيت التوحيد والعبادة لله سبحانه، فلا يعبد فيه غير الله جل وعلا، ولا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه يمنع منعا باتا، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر. كما يؤخذ من هذه الآيات أن المسلم، حتى المسلم إذا قصد البيت الحرام يريد الإفساد ويريد التخريب فإنه يمنع من ذلك، لأنه لم يأتي لرضوان الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وهذا لم يقصد رضوان الله، وإنما قصد سخط الله والإساءة إلى عباده. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.